من الطبيعي أن يطعنك أحدهم في ظهرك إن كنت في المقدمة، ولكن الصدمة عندما تلتفت فتجده أقرب الناس إليك. أحبه أكثر من أبنائه قصي وعدي، فأعطاه أعلى المناصب في الدولة، حتى أنه كان يلقب بالرئيس الصغير وكذلك بظل صدام حسين. زوجه بابنته الكبرى رغد، وتملك منصب وزير التصنيع العراقي وقائد قوات الحرس الجمهوري الضاربة، وتم تنصيبه وزيرا للدفاع. كان أمره من أمر صدام حسين، فمن يكون هذا الشخص؟ قبل معرفته والغوص في تفاصيل شخصيته، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة شاهد لتعرف. حسين كامل المجيد ولد في تكريت في 21 من أكتوبر عام 1954. كان من عائلة تعاني فقرا مدقعا تعمل في الزراعة. لم يستطع إكمال تعليمه سوى للصف الرابع الابتدائي، وبالكاد كان يجيد القراءة والكتابة. بعد انقلاب حزب البعث بقيادة صدام حسين وأحمد حسن البكر، تمكن أحد أفراد أسرته من العمل كنائب رئيس. فمن يكون هذا النائب؟ نعم، إنه صدام حسين، فهو ابن عم والد حسين كامل. عندها كان عمره 20 عاما وعاطلا عن العمل، وبعد وساطة عائلية التحق كجندي عادي في الاستخبارات العراقية، وذلك نظرا لقلة قدراته وشهائده ولعدم ثقة صدام بمن حوله. طلب من جميع أفراد أسرته الانضمام إليه لحمايته في الحرس الخاص. وهنا تأتي فرصة على طبق من ذهب لحسين كامل للتقرب من صدام حسين، فأثبت له ولاءه وحرصه على سلامته. الانقلاب الأبيض. في عام 1979 اعتلى صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية بعد انقلاب أبيض على أحمد حسن البكر. حينها ارتفعت صلاحيات صدام حسين، فاعتلى على جناحيه جميع المقربين وعلى رأسهم حسين كامل، الذي تقدم لدراسة دورة ضباط الاحتياط العراقي وترقى إلى رتبة ملازم ثاني، حتى أصبح المرافق الشخصي المتواجد بجوار صدام حسين كظله. فأوكل إليه صدام العديد من المهام الصعبة وتمكن من إنجازها، وازداد إعجاب صدام به. وفي عام 1980 وبأمر من صدام حسين كون جهاز الأمن الخاص بصدام، وهو جهاز مهمته حماية كبار الشخصيات في العراق، ونجح في ذلك نجاحا كبيرا. وكافأه صدام حينها بابنته الكبرى رغد زوجة له، واعتبره أحد أبنائه ومن أشد المقربين له. وهنا انطلق في الترقيات بسرعة البرق، فمن قيادة الجهاز الأمني إلى قيادة الحرس الجمهوري العراقي، منها إلى المشرف العام للتصنيع العسكري، ومن ثم إلى وزير التصنيع العسكري، وأصبح فيما بعد وزيرا للدفاع يحمل رتبة فريق أول ركن، وتمتع بجميع الصلاحيات التي يمتلكها صدام حسين، وذلك بعد نجاحه في تطوير الكثير من الأسلحة. فقد قام بتطوير صواريخ سكودا الروسية وإعادة تسميتها بصواريخ الحسين، والتي كان لها الأثر القوي في الحرب الإيرانية، كما أنه مؤسس فرق القادسية، والتي كانت بمثابة الدروع الواقية والمنفذة لبرنامج العراق التسليحي. واختيار قادة لهذه الفرق محترفين في التمويه، كان دورهم أساسي في دخول الأسلحة المحظورة للعراق بطرق غير معلنة، والتنقل في أوروبا بشكل طبيعي بدعم من جهاز المخابرات العراقية والعديد من أجهزة المخابرات العربية، وارتباطها المباشر به شخصيا ليصبح ثاني أقوى رجل في العراق. انقلاب الرئيس الصغير. زادت طموحات الرئيس الصغير حتى وصلت إلى فكرة الإطاحة بنظام صدام حسين والاستيلاء على الحكم. وفي تلك الأيام كان النظام العراقي خاضعا للعقوبات الدولية والحصار الشديد، وكان لابد أن يظهر نظام جديد بديل عن نظام صدام حسين كي تزول العقوبات عن العراق، فرأى في نفسه البديل المناسب. وفي يوم النصر احتفلت القيادة العسكرية العراقية، وأقنع حسين كامل زوجته رغد وأبنائه وجميع أفراد أسرته ومن حوله بالذهاب في رحلة ترفيهية إلى الأردن،
وأن الرئيس صدام قد وافقه الرأي على ذلك. وفي الليلة التاسعة من أغسطس آب لعام 95 فوجئ قائد نقطة التفتيش العراقية على الحدود العراقية الأردنية بموكب ضخم من السيارات ينتشر على الحدود متوجها إلى عمان. بدا القائد متوترا حين لمح ثلاث سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الموكب، إذ لم يكن لديه أي تعليمات مسبقة باستقبال موكب رسمي تلك الليلة، لكن سرعان ما اطمأن الرجل حين رأى القادمين في الموكب. كانت السيارة الرئاسية الأولى تحمل قائد الحرس الجمهوري ووزير التصنيع العسكري الفريق أول ركن حسين كامل المجيد، ومعه زوجته رغد صدام حسين وأطفالهم الخمسة. والثانية تحمل صدام كامل شقيق حسين كامل وزوجته رنا صدام حسين وأطفالهم الأربعة. صدام حسين يصحو على فاجعة. وفي صباح اليوم التالي استيقظ صدام على خبر انشقاق حسين كامل عن نظامه. نعم، إنه لأمر مروع وصادم تماما كتلك الأيام السوداء التي كانت خطوات صدام فيها أقرب للموت. فالرجل الذي خانه وانشق عن نظامه لم يكن زوج ابنته فحسب، بل كان المسؤول الأول عن برنامج العراق لتصنيع الأسلحة البيولوجية والكيميائية، والقائد العام لقوات الحرس الجمهوري، ومدير مكتب أمن الرئيس، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الرئيسية والعائلة التي باتت في خطر إذا ما قرر حسين كامل أن يفشي تلك الأسرار للأعداء. إلى هنا نختتم الجزء الأول من وثائقي خيانة الرئيس الصغير. إن أردتم الجزء الثاني أتمنى منكم وضع ذلك في تعليق وإيصال هذا الفيديو إلى 1000 إعجاب.